محمود خليفة، القاهرة. شخص قريبي اشترك لي في المسابقة واتضح ان انا كسبت بالجائزة الأولى. اتصلوا بيا وبصراحة ما كنتش مصدقة، لأن أول مرة في حياتي أكسب في مسابقة عموما يعني. بس اكتشفت انك كسبت العمر الجائزة الأولى يعني، وجيت النهاردة إن شاء الله أستلمها. أقول لهم مشكورين أن أنتوا يعني بتحاولوا تساعدوا التطوير يعني الأفكار، وبتساعدوا أن الشباب يتسابق ويتنافس، وروح المنافسة كويسة في مسابقات عموما، بتخلي الناس تجتهد يعني.